ازاي نعلم الطفل القراءه من خلال كلمات بالصور ومن خلال ايضا كلمات بدون الصور، ونقدم المعلومه للطفل بشكل شيق وممتع. مش بس كده، ونقدم للطفل جمل تتناسب مع الحصيله اللغويه لعمره، هذه الجمل مدعمه بالصور. كل ده من خلال كتاب علمني اقرا لتعليم الطفل مبادئ القراءه والكتابه. مع حضراتكم سمير القومي، ودي صفحتنا على الفيسبوك اسمها صفحه الطفل العبقري، ولينا قناه على اليوتيوب اسمها قناه الطفل العبقري، يا ريت تشتركوا فيها عشان تطلعوا على كل جديد من منهج الطفل العبقري وكل جديد في مجال تاسيس الطفل. حلقتنا ديت هناخد نظرة سريعة جدا داخل كتاب علمني أقرأ، نشوف مميزاته ونشوف ايه اللي بيقدمه للطفل وازاي الطفل يستفيد منه. تعالوا نتابع مع بعض بعد الفاصل. الكتاب تناول اكتر من 2766 كلمة، تناول اكتر من 190 جملة، تناول اكتر من 500 صورة، تكفي وزيادة اكتر مما تتوقع. خير البناء بناء الابناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات مراجعة وإلقاء نظرة سريعة على إصدارات ومناهج الطفل العبقري. ومعانا كتاب النهاردة مميز جدا وهو علمني أقرأ، والكتاب ده لتعليم الطفل القراءة العربية بطلاقة، والكتاب ده صراحة بيتميز بمميزات كتيرة جدا. خلينا نلقي عليه نظرة سريعة كده من الداخل. على إيدي اليمين بعد ما افتح الغلافة البطن اليمين بقولي لماذا أقرأ؟ لأتعلم مفردات جديدة، لأفهم الماضي، لأكون أكثر طلاقة، لأغذي عقلي، لأستمتع، لأفهم الحياة، لأحلق في عوالم أوسع، لأتطلع للمستقبل، لأطور مهاراتي. لما نخش كده هنلاقي هنا مقدمة في بتعدد مميزات الكتاب، وعلى إيدنا اليسار بنلاقي الفهرس بتاع الكتاب، تناول الحركات الثلاثة، حركة الفتح، حركة الكسر، حركة الضم، وتناول المدود الثلاثة، المد بالألف، المد بالياء، المد بالواو، وتناول السكون، وتناول التنوينات سواء كان التنوين بالفتحة والتنوين بالكسرة والتنوين بالضم، وتناول الشدة بقى، الشدة مع الفتحة والمد بالألف والتنوين بالفتح، والشدة مع الكسرة والمد بالياء والتنوين بالكسر، والشدة مع الضمة والمد بالواو والتنوين بالضم. في الوحدة السابعة خد آل التعريفية، همزة الوصل واللام القمرية وهمزة الوصل واللام الايه؟ واللام الشمسية. أول وحدة تناول فيها الحروف بشكل إجمالي، وطبعاً الكتاب ده فيه 6 كتب بتخدم عليه تانيين. طبعاً الحروف بها كتابين، ألعب مع حروفي متعة الفصل، وألعب مع حروفي متعة الإيه؟ المنزل. خلينا نشوفهم كده مع بعض. طبعاً درس الحروف في هذا الكتاب بيخدم عليه كتابين، ألعب مع حروفي متعة المنزل، وألعب مع حروفي متعة الإيه؟ متعة الفصل. وعملنا لكل كتاب من دولي مراجعة سريعة لهذا الكتاب. خلينا نكمل مراجعتنا وإلقاء النظرة السريعة على كتاب علمني أقرأ من الداخل. بعد ما تناول معايا الحروف أخذ معايا حركة الفتح، وحركة الفتح فيها كلام كتير جدا. طبعا تناول شرح مبسط لحركة الفتح، وتحت أسفل الصفحة كتب الشرح المبسط المعلمة تعمله إزاي أو المعلم يعمله إزاي، وتناول القاعدة الصوتية لحركة الفتح آ با تا ثا جا حا، وتناول بعدها الحروف اللثوية والحروف المفخمة عشان وانا بقرأ هذه الحروف تبقى المعلمة واخدة بالها أو المعلم واخد باله من الحروف اللثوية والحروف المفخمة، ولون الحروف اللثوية بلون أخضر، تمام، ولون الحروف المفخمة بلون بنفسجي الدايرة الخاصة بها، تمام كده. ثم تناول بعد ذلك مواضع الحروف، وخد بقى التدريب على قراءة مقاطع بحركة فتح مكونة من حروف متشابهة كتابة، عشان الطفل ساعات بيلخبط من حروف متشابهة كتابة، فتناول الحروف مفردة وبعد كده جمعها تحت. والفقرة اللي بعد كده تناول فيها بقى الحروف، تدريب على قراءة مقاطع بحركة فتح مكونة من حروف متشابهة نطقا، الحروف متشابهة نطقا، والتدريب على حروف مرققة، والتدريب على حروف مفخمة ومرققة مع بعض. وبعد كده تناول الحروف بحركة الفتح من 3 أحرف مفردة، وتناول حروف من 3 أحرف مفردة أيضا، وتناول حروف القطع آ دا ذا را ذا وا، وإداها نبذة سريعة جدا تحت ليه سميت بحروف القطع، وحروف القطع هي هي، وحروف القطع لا توصل بما بعدها مثل كذا، وتوصل بما قبلها مثل كذا، تمام كده. وإداها كذا فقرة، والفقرات دي مقصودة إن أتدرج بالطفل بكلمات من حرفين، ثم من 3 مفردة، ثم من 3 حرفين مشبكين، والثالث مفرد. وكذلك هنا بقى تناول كلمات من 3 أحرف بحركة الفتح مشبكين، وتناول كلمات هنا بالصور، ودي فقرة ثابتة في كل كتاب. وخد بقى ادى كلمات كتيرة جدا بالذات في حركة الفتح عشان هي أساس لكل الدروس اللي جاية، كلمات كتيرة جدا بحركة الفتح
في درس حركة الفتح. بعد كده تناول كلمات من 4 أحرف بحركة الفتح، وتناول جمل من كلمتين بحركة الفتح، وتناول جمل من 3 كلمات بحركة الايه؟ بحركة الفتح. طيب خلينا سريعا جدا بقى نلقي نظرة على حركة الكسر بس، وبقية الكتاب بنفس الكيفية كده. طبعا شرح مبسط لحركة الكسر وموجود تحت، القاعدة الصوتية، وبعد كده تناول الحروف الأسوية والمفخمة وحروف القطع بقى طبعا في حركة الكسر. والفقرة الثانية عبارة عن مراجعة بتربة الدرس الحالي بالدرس اللي قبل كده، فبيقارن ما بين حركة الفتح وحركة الكسر. وبعد كده تناول بقى كلمات من حرفين مفردين ثم مجمعين بحركة الفتح والكسر مع بعض، وبعد كده كلمات من 3 أحرف مفردة، وبعد كده كلمات من حرفين مشابكين من 3 مفرد، وبعد كده كلمات من 3 أحرف مع الصور، وكلمات من 3 أحرف بدون الصور، وزود فيها الفقرة ديت، وبعد كده كلمات بحركة الكسر من 4 أحرف، وبعد كده تناول جمل بحركة الفتح والكسر من 2 ومن 3 كلمات. دي نظرة سريعة جدا. الاستياسة اللي موجودة هنا موجودة في جميع الدروس اللي جاية بقى بعد كده، الشرح، القاعدة الصوتية، وطريقة الشرح الموجودة، والحروف الأسوية والمفخمة وحروف القط، وبعد كده فقرة المراجعة على الحروف على الدروس اللي قبل كده بالدرس اللي موجود حاليا، وتناول بقى كلمات من حرفين، كلمات من 3 مفردة، كلمات من 3 حرفين متشابكين و3 مفرد، كلمات من 3 متجمعين مع الصور، كلمات من 3 بدون الصور، وكلمات من 4 أحرف، وبعد كده جمل من 2 وجمل من 3 كلمات. خلينا نلقي نظرة سريعة جدا كده على نهاية على الكتاب هنا مثلا في الشدة. مثلا الشدة ضم 3 دروس مع بعض، الشدة مع الضمة، والشدة مع المد بالواو، والشدة مع التنوين بالضم. حط هنا الـ3 مع بعض لأنهم قريبين جدا من بعض. تمام، ادي الشده مع الضمه، والشده مع المد بالواو، والشده مع التنوين بالضم، وبدا يقارن ما بينهم، وبدا يدي كلمات بالشده مع الضمه، الشده مع المد بالواو، الشده مع التنوين بالضم بشكل صور. هنا شده مع الضمه، شده مع التنوين المد بالواو، الشده مع التنوين بالضم، جمع الـ3 مع بعض، وبدا يحط الحاجات اللي الطفل ياخد باله منها اثناء الايه، اثناء القراءه، وتناول في الاخر اللام القمرية وتمارين عليها ماشي مع الجمل اللي بتزيد، واللام الشمسية وتمارين عليها ومع الجمل اللي تناسب عمر الطفل. دي كانت الجزء الأولاني من كتاب علمني أقرأ. علمني أقرأ هذا الكتاب تناول أكثر من 2766 كلمة، تناول أكثر من 190 جملة، تناول أكثر من 500 صورة، تكفي وزيادة أكثر مما تتوقع. ولو جزء تاني تحت الإعداد والتصميم إن شاء الله نعمله مراجعة بعد الطباعة. ودي كانت مراجعة سريعة لأحد منتجات وإصدارات منهج الطفل العبقري. أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة لإصدارات منهج الطفل العبقري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع منهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء.